أهلا بكم وأحييكم في اتجاهات حيث لا حياد مع الإرهاب. بداية تعازينا نقدمها للوطن وأهل الوطن لعدد الشهداء والجرحى الذين ذهبوا ضحية التفجير القذر بمسجد القطيف أول من أمس. ذهبوا ضحية لمؤامرة، ضحية لخيانة، ضحية لعمالة. يبدو أن المتربصين من خارج البلاد عملوا طويلا وحثيثا لزرع أياد بكل بلد عربي ومنها بلادنا لتنفيذ أجندتهم الشيطانية الدنيئة من أجل زعزعة أمننا ووحدتنا. فالحداد على الأكيد يملأ نفوسنا جميعا، ونتمنى لنا ولأهل الضحايا الصبر ريثما يكشف عن المتسببين لينالوا ما يستحقوا من جزاءات. أبدأ بموضوع حلقة الليلة وأقول أن أهمية الكتب الثلاثة التي نشرها الدكتور رامي عليق بعنوان ثلاثية طريق النحل أنها أول مشروع كتابة نقدية ترصد حزب الله من داخل الحزب. الصبي الذي تربى ضمن عائلة تربي النحل درس الهندسة الزراعية في الجامعة الأمريكية ببيروت ثم في فلوريدا، ودرس المحاماة بالجامعة اللبنانية، دراسة قادته لرمي السلاح الذي حمله مراهقا وشابا مع حزب الله إلى تأليف الكتب في هذه التجربة سيرة ونقدا. أستاذ تربية النحل في الجامعة الأمريكية تعرض لمحاولتي اغتيال بسبب كشفه أسرار حزب الله التي شهدها من الداخل. عن هذه التجربة وهذه الأسرار حوارنا اليوم في برنامج اتجاهات مع رامي عليق. أهلا فيك دكتور رامي. أهلا فيكي. كما تسمي أو أطلقت على نفسك وإحنا نتناقش قبل الحلقة أنك عايش بالوقت الضايع، وكأنك يعني تبدو عايش بالحظ. ممكن كيف وصلت اليوم لأبو ظبي؟ ممكن تقولي بالبداية أشكرك على هذه الاستضافة اللي تمكنني طبعا إلى إيصال الصوت أكثر. بالآخر مش كل الأجوبة عندي بهذا الموضوع، ولكن عندي إيمان بربنا أنه كل إنسان بس تيجي ساعته بيرحل عن هذه الدنيا، وبهالوقت هيدا بده يحاول الإنسان يصلح ويكتب ويغير بالمفاهيم الخاطئة لنوصل إن شاء الله بهالوطن العربي إلى مواطنة عربية حقيقية نستطيع أن نشعر فيها بالأمان والانتماء بدل الاستزلام والتبعية للخارج. وتعديت المطار، مطار بيروت، بدون يعني نعرف أنه هناك وجود قوي للحزب في المطار. كيف تم التعامل معك بهالوقت؟ لا أنا يعني صار في مرة مكمن عندما كنت متجه إلى ضيعتي، ومرة أخرى صار في زرع عبوي يمكن للتخويف بالقرب من بيتي، ولكن اليوم مشغولين بقصص كثيرة وما عندي يعني ما عندي شيء خبيه. كل ما أعرفه وضعته برسم الناس بكتبي، وأعتقد أنه كل من تسول له نفسه التفكير بقرار دموي بيعرف في قرارة نفسه أنه عم بحكي قناعاتي، ولا من شيء يؤثر علي بحكي قناعاتي أو يحد من حريتي في التعبير، والباقي على ربنا. طيب يعني لمن لا يعرف إصداراتك، هناك ثلاثية رامي عليق، طريق النحل، تحت المياه الخضراء، وأخيرا تائه في الحظيرة. كنت عضو في حزب الله، عضو يعني قديم، وأنت في صباك خلينا نقول. فللمشاهد الخليجي أو المشاهدة الخليجية والسعودية تحديدا، هناك يعني توق لمعرفة تفاصيل العمل داخل هذا الحزب، فأنت أنسب إنسان ممكن أن يصف لنا الشيء اللي أنت ذكرته في طريق النحل. أول شيء، متى تم تجنيدك وأنت في أي عمر؟ في البداية طبعا إن شاء الله بتكون هذا البرنامج فرصة لإطلاع الناس على الكتابات وعلى الموضوع بعمق، لأنه بالآخر حلقة سوف نحاول إحاطة فيها بمختلف الجوانب، ولكن تبقى عمق التجربة بدها قراءة. وأتمنى هون بس أنه نحن بالقرن 21 وفي قرن تداول الفكر والانفتاح، يعني بعدنا في عنا محدودية بانتقال الفكر من دولنا العربية ووزارات الإعلام وطريق البطء بنشر الأفكار. أتمنى أنه نتخطى هذا الموضوع، لم تفسح وتصير الكتب بعدنا بانتظار، يعني لم تدخل. نحن تأجلنا بالحلقة شوي على أمل أنه يصير الكتب متداولة بعد الحلقة، ولكن في تأخير كبير في لبنان. اليوم ما هي موجودة في المكتبات؟ بلبنان موجودة، ولكن بالدول العربية يعني قدرنا نحن بدها أقل من شهر، صار لها شهر ونص وبعدها بالانتظار. يعني
يعني هذا لا يجوز بظل نظرة إلى إصلاح المجتمع وإلى خلق أرضية صلبة تخلق مناعة ضد التبعية الخارجية لما نتعامل بهالشكل. بس له علاقة الحزب في تأخير ظهورها أم أنه بدقراته؟ لا لا هي ما بتعرفي المنطقة بتغلي وفي ظروف يعني، وصوت الرصاص أعلى من أي صوت. يجب اللي عم بقوله أنا، يجب ألا نغفل أنه نحن بحاجة إلى فكر متجدد. الفكر الموجود عندنا ركد وبحاجة إلى تسهيل ووصول هذه الكتب بدل الوضع في الانتظار، لأنه ما فينا نواجه الأخطار الخارجية. يعني ما فينا نواجه الأخطار الخارجية بمحاولات منع، بدنا نخلق أرضية وطنية. ودعوتي، يمكن أنت ركزتي على جانب حزب الله، لأن نتحدث فيه كتجربة نموذجية قد تكون في حزب الله، قد تكون في داعش، قد تكون في أي منظومة أصولية، ولكن رسالتي الأساسية إلى معاً إلى مواطنة عربية حقيقية. آن الأوان أن نعالج الأمور من جذورها بدل ما ناخذ مواقف سياسية هون وهون. نرجع على كل الأسئلة اللي تجنيدك. يعني التجنيد هو نتيجة طبيعية. اليوم كطفل، أنا كنت عمري 13 سنة، بذهب إلى الجامعة وفي جو غليان يعني بلبنان، المدرسة هناك تأثير إلى لثلاث محاور: الأهل، الشارع، المدرسة. للأسف الغليان الذي يحصل بالشارع كان بوقتي أو الوقت الحالي يتفوق قدرته قدرة المدرسة وقدرة الأهل. أهلي أسرة متواضعة منفتحة، ما عندها خلفية سياسية أو دينية، حاولت جاهدة تبعدني عن تأثير الأحداث في الشارع، ولكن فشلت العائلة لأنه تأثير الشارع كبير. بالجامع يعني تدخلي من باب الدين والتدين تربط، يعني كان في مشروع ولاية الفقيه وتصدير الثورة، هذا اللي بتحفظ عليه جدا. من المسجد طبعا، يعني نحن لما نجي بكل صلاة نصلي ثم نعمل حلقة للحديث السياسي، بكل صلاة بعد الصلاة مباشرة ندخل موضوع الدعوة لحفظ قادة الجمهورية الإسلامية وندخل السياسي بشكل حثيث. طب ما نحن بصورة عند الطفل اللي كان مثلي ربط مباشر ما بين التدين وما بين السياسة، المشروع السياسي. وبتعرفي قصص صغيرة أو بس مهمة، التضحية، الشهادة بتدغدغ العواطف عند المراهق وبينجر يعني. والانجرار طبعا كانت رب قائل أنه أنت هو لحاله مشي بهالطريق، وكتار من الموجودين عم يمشوا بهالطريق ويتحولوا إلى جنود أطفال. يعني أنا حملت السلاح كان عمري 14 سنة وقتلت بشراسة مدفوع بكل هالمفاهيم الكبيرة وأريد أن أذهب إلى الجنة وألاقي ربي. هذا إلى عام آخر كم تقريبا؟ عم نحكي نحن 85، يعني كان عمري 13 سنة، أنا مواليد 72. وثم طبعا خضعت لدورة عسكرية وقتها، يعني بالسنة 86 87، كنت عم قاتل بالشوارع. وهذا بالآخر أنا جندي طفل يعني قاصر. القتال أبعدني عن دراستي سنة كاملة، لأنه أصبحت الثقافة والدراسة وسماع رأي الأهل كلها هيدي عم تحد من انطلاقي إلى الجهاد والاستشهاد. فخلص ما بستطرد، بس حتى الحوثيين اليوم في اليمن كده قاعدين يجندوا أطفال. يعني لك النموذج اليوم بالتجربة، تجربة إنسانية تصح على هي. أنا عم بحكي عن تجربتي لأنه أنا كنت في جنوب لبنان ودخلت مع حزب الله وغيرها. هناك عناصر تشابه كثيرة ما بين الحراك الشيعي في اليمن، في البحرين، في أماكن كثيرة. وحتى إذا أخذت الحراك السني الأخير اللي عم يخلق أصولية سنية معينة بوجه الأصولية الشيعية، هون كمان بتلاقي تشابه كبير. يعني مزبوط. إحساس بالظلم، إحساس بالغبن، ردة فعل مزبوط. التطرف بجر تطرف والعنف بجر عنف. فهذا العمق بالقراءة هي اللي عم ندعي أنه يوجد أرضية. يعني المشكلة اليوم أنا بحكي ببرنامج معكم ومع حضرتك، ولكن بظل مثل ما قلنا قرقعة السلاح أصواتنا بتضل خافتة. نحن بحاجة إلى استنهاض، وبدأ في خيرين عنا بمجتمعاتنا العربية. نعم. بدها يفتحوا مجال يحضنوا هالتجارب لتخلق تأثير. هنرجع لهالنقطة بس نعم. عشان تسلسل الأفكار. تفضلي. عفوا. أنت يعني تقول بأنك كنت تحمل السلاح في الشوارع. نعم. أو قبل الحلقة سمعتك تتكلم عن أنه كنت ترموا الأسيد على غير المحجبات في لبنان. يعني أي حراك أو ثورة أو سميها ما شئتي،
بالأول تطلع بردة فعل عنيفة ضد المجتمع. نعم نحن كنا عندنا هالردة الفعل العنيفة ببداية قيام حزب الله، مع الوقت تدخل السياسة والمصالح وتشذب التجربة. للأسف بتجربة حزب الله الظاهر صار منها مشذب وفي أبعاد ظاهرية وطنية، ولكن العمق بعده هو زاده. يعني أنا لما تكون واحد عمره 14 سنة يعني ينتمي لهذه يعني العسكرية يعني، نعم، من كان يعني من كنت تتبع، من كنت تتبع يعني كنت تقابل إيرانيين؟ لا 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 ما في داعي وقتها. وقتها طبعا بالأحياء في شيء اسمه تعبئة، يعني هيدي حتى الكلمة صارت يعني بغير موضعها، نعبئ الناس. تعبئة بالأحياء بالجامع مثل ما قلت هو المركز، حتى مركز التدريب، يعني الجامع كان مركز التدريب على الدورة العسكرية الأولى. أيوة. فأنت تتصلي بقادة هيدي التعبئة وهم متصلين بالتسلسل الهرمي الحزبي بقياداتهم اللي متصلة بمكان ما بالإيرانيين. طبعا كنا نشوف، أنا طلعت قبل ما أتدرب بالدورة العسكرية، كان عمري 13، طلعت على معسكر في البقاع للحرس الثوري الإيراني في منطقة جنتا، واسمها دورة ثقافية. ما أنت تشبعي بهالمفاهيم هيدي. إيش يعني دورة ثقافية؟ يعني بيعبئوكي بمفاهيم الاستماتة في خدمة الإسلام. يعني ما كل يرى إسلامه حسب وجهة نظره. ونحن المشكلة أنه بيعطوكي عناوين كبيرة، ما في مشروع إنساني للنهوض بحياتك كلها. نحن وجودنا وجود مؤقت بالحياة، الاستشهاد هي غايتنا، ولن يكون هناك في الأرض عدل. يعني مفهوم كبير هيدا، وبتروح أنت تعبئي بهالمفاهيم. هالمفاهيم بتخليك تصير جندي جاهز. طب ومن خلال من ضمن التربية الثقافية اللي كانوا يمارسوها، كيف كانوا يعبئوكم تجاه علاقتكم في الوطن مثلا؟ يعني أول شيء الوطن ليس حتى تفصيل، كان وقت تعبئتنا. اليوم حزب الله بيرفع علم لبناني وغيره وفي لعبة كبيرة، ولكن لحد الآن لبنان للأسف، عم بحكي كلبناني وهذا ينطبق على الأوطان العربية الأخرى، ليس حتى تفصيل، لأنه المشروع مشروع شمولي. ما عم صنف، ولكن لنعمل مقاربة علمية. المشاريع الشمولية لا تأخذ الأوطان وتفاصيل الأوطان وحياة الناس وحاجاتها بعين الاعتبار، وهي جزء من المشاريع الجماعية مقابل المشروع المبني على الفرد. يعني اليوم الغرب ليه طلع؟ لأنه عزز الفرد. بهالمشاريع هيدي تختزل كل هالعناوين. المواطنة تضيع، لأنه أصلا مرتبطة هيدي الأمور بالوجود. يعني أنت عندك خطر وجود بحاجتك كإنسان، خطر أو جعل انتمائك لدولة أخرى مثلا، إذا كان مثلا في الجامعة بيتكلموا عن الثورة الإسلامية. ما هي طبيعي أمة يكون... نحن حتى التفاصيل نستعملها. أنت منتمي للأمة، كلمة الأمة، كلمة الجهاد الشيعي الكبير، التوطئة للإمام المهدي. يعني انظري إلى هذه العبارات التي يعني تؤثر بالأدمغة تبعت الاستقبال المفاهيم، وبتعمل عملية تنويم كامل للأدمغة بصورة جاهزة. وخاصة أنت بس تمشي بالإطار، أنا سقط معي شهداء رفقاء، يعني رفاق بالمدرسة، بالمدرسة الثانوية، بالمعارك. وعندما تعبد هيدي الطريق بالدماء والعواطف المكبوتة والحس بالظلم ورفع لواء الحق وكل هيدي، تمشي على عماها يعني. وهذه مشكلة. قتلت ناس؟ يعني قتلت في معارك بالآخر ما بتعرفي بالمعارك، ما كان عندي مواجهة مباشرة. بس مين كنت تستهدف مين؟ نحن قتلنا، كان في قتال بين حزب الله وحركة أمل، يعني هذا على وقت ما أنا أصبحت بالسن 14 وعملت الدورة العسكرية. ثم وأثناءها كان في مرابطة على محاور المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. يعني هون أحزن عندما أذكر المقاومة اللي هي منارة كبيرة وصلت أنه شعت بالوطن العربي والإسلامي كله. آسف عندما أراها تزاج في حرب شوارع وما يحصل الآن، يعني يحزنني هذا الموضوع. وهناك مرابطة وهناك حياة عسكرية أصلا، يعني تنسلخين عن مجتمعك وبتدخلي. يعني اليوم هلأ أنا جيت على أبو ظبي وكنت عندي هيك قاعدة مع بعض الأصدقاء يعني من المجتمع الجنوبي، عم بيقول لي الجنوب، وكان في شخص من البقاع عم بيقول لي بطل في شباب داخل الأسر 14 سنة 15 سنة أكثر، كلها مجندة بحرب الدائرة في سوريا والقلمون وغيرها. يا أخي وين رايحين؟ يعني هل هذا النموذج
لمن نحقق في دولة العدل أو حتى دولة الإسلام أو حتى، لم أرى لحد هلأ من 79 لحد الآن في ثورة إيرانية معينة نتيجة ظروف داخل الوطن الإيراني، خليني أقول عال فليكن، ولكن تصدير هذه الثورة لم تقدم أي نموذج إنساني. يعني اليوم بنحكي عن الغرب بنحكي عن غيره، طب قدموا نموذج للرقي بحياة البشر، نحن نموذج الموت. أي نموذج إنساني حيقدم لك الموت، الدمار، استصغار الأفراد وتطلعاتهم أمام المشاريع الكبرى، وهذا شيء هلأ عم يطلع مقابله بالساحة السنية عبر داعش وغيره، نفس النموذج ونفس الطريقة، ولو أنه في تهذيب أكثر في داخل الوسط الشيعي. هذا كله تطرف. خطير اللي قلته أنه في الجنوب يقال أنه ليس هناك شباب، يعني ما عاد في شبان أرسلوا كلهم لساحات معارك في سوريا وغيره. نعم، ما لنا يعني، أنا دعيت أصلا في مؤتمر صحفي من سنتين إلى كل اللبنانيين مش بس حزب الله إلى عدم تدخل في سوريا. يا أخي رابطوا على الحدود اللبنانية، حافظوا على الحدود، أنا أول واحد بكون جندي ومستعد أن أموت للحفاظ على وطني، بس رحتوا زجيتوا حالكم بهالموضوع، تعرضت كمين كاد يودي بحياتي يعني لو لم أنجو وتدخل ولدتي. حنتكلم طيب. حنتكلم عنه بس في هلأ كل اللي حكينا عنه عم نوصل له. كتاب طريق النحل أهم الزوايا اللي فيه طريقة تربية النشأ، يعني أنا لما أتربى بثقافة عاشوراء المتداولة وحتى في طريقة الهزار والتعاطي والصبيانة، طب أنا أعبأ بالثأر وهالثأر هيدا ما في قدامي إلا السنة أنا كشيعي لفرغوا فيه. يعني اليوم إذا كانت التربية بهالشكل أكيد بدي أوصل لهون، أكيد بدي أفقد صبية وشباب، أكيد بدي دمر وطن، أكيد بدي زلزل منطقة وعملها وحطها بعدم استقرار، أكيد بدي يصير فيها الأحقاد وهالتعطش للدماء. على إيش ركزت في طريق النحل أكثر شيء في التجربة اللي دخلت فيها؟ هي تجربة التربية اللي وصلتني إلى ما وصلت إليه. طبعا أنا تصوبت بالمعارك يعني وبقيت بغيري استشهد، أنا بقيت وانتقلت طبعا، يعني كتاب صغير ولكن قصته طويلة، انتقلت إلى الولايات المتحدة اللي هي الشيطان الأكبر اللي أنا أبيت قبل ما تترك حزب الله. قبل يعني لا بعد ما تركت انتقلت الولايات المتحدة، بس أثناء حزب الله بالجامعة الأمريكية، يعني في مسار أحداث كان مغير بحياتي بالجامعة الأمريكية سنة 1994. زي إيش؟ صار في ثورة طلابية بحسب إدارة الجامعة، كانت من أهم الثورات الطلابية بتاريخ الجامعة، يعني عم نحكي قرن وربع. الطلاب توحدوا كلهم من مختلف الانتماءات، كان لي شرف قيادة التحرك الطلابي وكنت وقتها بحزب الله، ووقتها كان في وجود سوري بلبنان وهناك المفصل الطلابي ضد ما ذكر، كان زيادة أقساط، وهو في الواقع يعني في الظاهر يعني بالعنوان المباشر زيادة الأقساط والوضع المعيشي، ولكن في الصميم كان تململ من الوضع السياسي، الجيل الجديد عم يتخبط نتيجة الوجود السوري. حزب الله ما كان له علاقة بتمردك؟ حزب الله ما هون كانت نقطة تنفصل. يعني أنا هنا وكتبتها بكتابي، أجاني تكليف شرعي من الأمين العام سيد حسن نصر الله، تكليف شرعي اسمه. أي يعني أنا كإنسان حزبي أطوق كنت لأنه يجيني تكليف مباشر من الأمين العام، وكنت أنا عم قود التحرك الطلابي، صار في ضغط من السوريين على الحزب انه اسحبوا رامي علاق من الجامعه الامريكيه. ما هون طبعا هيدي دعوه، هيدي نقطه مفصليه لدراسه او اعاده النظر بجدوى التكليف الشرعي. انا كنت اعطي تكليف شرعي بالتسلسل الهرمي. ومن يومها من وين كان التكليف الشرعي؟ من حسن نصر الله. نعم، انا وقتها طلعت حاولت اقنع النائب برجاوي وكان النائب علي عمار وغيرهم انه انا اليوم تمنوني الطلاب، هذه حركه مطلبيه لاول مره اخرج من الاطار الحزبي واقود نشاط خليني اسميه وطني من مختلف الاتجاهات والمشاريع. بدأت تستقل بأفكارك. كانت هذه طبعا أمور تتحرك داخلي، فأنا قلت له معقول أترك هذه الطلاب وروح. حتى وقتها الحاج برجاوي كلم السيد حسن وقال له، لا لازم يجي. قلت له وقتها، قلت له السيد حسن بعتذر، يعني أنا بمطرح أتوق كجندي بحزب الله إلى أن يصلي تكليف من الأمين العام مباشرة، بوقت آخر تحرك فيه حس الضمير الإنساني. يعني أنا عندي قضية أبعد من الشيعة، أبعد من الإطار الحزبي، قضية جامعة، ومشيت مع الطلاب وحتى علمت أنه سوف يتم التنكيل بالطلاب بأقصى أنواع التعذيب، وبقيت مع الطلاب بأوامر من سوريا سقط. نعم صح. وبقيت، وهون كانت نقطة تحول بحياتي، يعني بقول بكل صراحة، وبلشت ترسم تراكمات عن جدوى موضوع تهدي نفسك بالإطار الحزبي، الإطار الطائفي، فكرة الوطن بلشت تبرز. ومع الوقت عشان بس ما أقطعك أبغاك تحكي بالتفصيل عن النقطة الفاصل هذه في حياتك، لكن مضطرين ناخذ فاصل وراجعين.
ارحب بكم من جديد واعود للكاتب والمحامي اللبناني الدكتور رامي عليك. دكتور رامي، نقطة الفاصلة كنت تتكلم عنها اللي هي كانت محورية في السنة اللي عملت فيها التمرد، هي نفس السنة اللي تمرد فيها على الحزب ايضا، احداث الجامعة قبل ما تمرد، يعني احداث الجامعة الامريكية والثورة الطلابية. وقتها طبعا استقبلت بالحزب كمنتصر يعني بالجامعة، أحداث بدون ما نذكر تفاصيلها موجودة في الكتب، وصار في اجتماع مع الأمين العام ومع القيادات بالحزب وصار في اهتمام بالغ. هلأ وقتها كنت أنا عندي علامات استفهام كبيرة، أنه تزعزع عندي الالتزام الحزبي اللي أنا نشأت عليه. ففتت وصار في ناس من مختلف قطاعات الحزب تستقبلني وتحكي لي وتشكي لي، وأنا كنت صغير يعني طالب سنة تانية جامعة. ووقتها تعرفت إلى مكنونات حزب الله كهرمية داخلية، كتراتبية بأخذ القرارات، كارتباط بإيران. قبل هذه التراتبية والهرمية اللي موجودة داخل الحزب، أنت قلت أنه طلبوا منك تروح واعتذرت، ما قبلت صح؟ نعم، يعني أنا أول خلفت التكليف الشرعي اللي هو إيش ردت فعله؟ يعني سقط التكليف الشرعي، هو إلهي ومقدس، حطيت أعطيته أرضية عادية يعني قد يحتمل الخطأ والصواب ويناقش فيه، يعني على قول أحد المسؤولين بالحزب وقتها، أنت أول مرة خليتنا نفكر أنه التكليف الشرعي ممكن مناقشته، منه شيء إلهي وهيك. طب إيش ردت فعلهم كانت؟ وقتها الحجم الأعمال بالجامعة الأمريكية، ما قلت لك صار فيه هجوم وسقوط جرحى، غطت هذه التفاصيل. طبعا كان في انتعاض، نعم كان في انتعاض وكتبت عنه بالتفصيل، وتصنيفات داخلية وجماعة الولاية داخل الحزب صنفوني، وكان في علاقة طيبة مع السيد محمد حسين فضل الله الله يرحمه، فصاروا يعني بصنفوكي بطرق أنه أنت مش لازم تتقدمي بالحزب لأنه أنت مش من جماعة الولاية. فوقتها على مضض تم السكوت عن هذه الأمور، والامتعاض ظل صامت لأنه الأحداث ما في حزب، يعني أنا حتى تركت بعد منها، رح أحكي لك شوي. هذه كانت 94 96 قررت أترك الحزب. أول شيء تركت جهاز التعبئة التربوية، بعدين طلب مني أنه أنا لا أعلن الموضوع لما سيؤثر على هيبة الحزب بالجامعة وبراتها، لأنه صرت رمز أنا حزبي. وهون يعني في كتار يمكن بيجوا بيقولوا أنه مسؤوليته، لم أتدرج في المسؤولية التنظيمية، ولكن تدرجت أنا في علاقة ولو كانت خارج الأطر التنظيمية الدقيقة مع الصف الأول بالحزب ومع الإيرانيين اللي كانوا يعطوا الأوامر وبعدهم لحزب الله. وكتبت أنا وقت كان في لقاء مع رحيمي ممثل وزارة الأمن الإيرانية، وقت اجتمعت معه طرحت ورقة إصلاح يعني قبل ما أروح للموضوع، وقال لي نحن نقول لسيد حسن افعل كذا ولا تفعل كذا، يعني أنا رحت إلى النبع. هلأ القصة وين؟ أنا من إخلاصي لهذه التجربة، يعني ما يقارب 13 سنة منذ الطفولة والعسكريتاريا بالحزب، ما درت ظهري وصار عندي علامات استفهام وعملية استغلال البشر وطريقة تعاطي خاطئة واختزال الأوطان. فرحت أنا قمت بعملية بعد ما انفتحت وفهمت الحزب كيف هو، وجدت داخل الحزب نقاط تمركز قوى، وجدت فساد كبير، وجدت محسوبيات مالية وغيرها، وجدت طريقة تعاطي من قبل الإيراني غير ممنهجة يعني، واسترضاء فلان وإعطاء مجال لفلان وهوامش وقرارات كبيرة بقرارات دموية وغيرها، وإدارة مباشرة إيرانية لحزب الله، إدارة مباشرة طبعا. هيدي نحن مش بحاجة لا نجتهد بهذا الموضوع. وقت يجي سيد حسن نصر الله يقول انا افتخر انه جندي عنده ولايه الفقيه او غير ذلك، يعني هذا موضوع كثير. مش مخبى، ولكن بس انت كنت على تعاطي مع الصف الاول في الحزب. اي وقتها عملت ورقه اصلاح، اخذتني حوالي سنتين من الشغل الحثيث لفهم الهيكليه الداخليه. ورقه اصلاح يعني مش نقد، وما كان في لا كتب ولا شيء، كانت عمادها بعض النقاط. اول شيء اعطاء بعد وطني للقرارات الحزبية، لأنه بالحزب كان في جماعة الولاية وجماعة المصنفين معتدلين اللي بناقشوا القرارات الإيرانية وكانوا مهمشين، فأنا كنت صوت لهؤلاء الناس أنه لازم يكون في أخذ وعطاء. نحن اللي إيدنا بالنار بجنوب لبنان وبالبقاع، يعني ما فينا نطبق القرارات كما هي وندفع فواتير من دمنا ودم أبنائنا واستقرارنا ونروح كدمى بهاللعبة الكبيرة. أعطاء بعد وطني، هيكلة الحزب بطريقة أكثر شفافية، يعني اليوم بيصير في انتخاب مجلس شورى القرار بالحزب، بس هل هو انتخاب
هو كلمة سر تعطى تحط أمين عام، يعني في تداخلات أنا شرحت يعني بالأجهزة الإيرانية وطريقتها. دعيت إلى بعد المحاسبة المالية، ودعيت إلى وقتها بورقة الإصلاح إلى تقليل من سطوة العسكر والأمن بالحزب. يعني اليوم الجهاز العسكري والأمني هو الجهاز الأساسي بالحزب، والأجهزة الأخرى كانت مهمشة. وقتها صار في زيارة على إيران، يعني اهتموا فيني الإيرانيين جداً، ورحيمي أنا يعني حتى وقت ترك أعماله في لبنان اتصل وسلم بحرارة، يعني لأنه شاف في شيء نابع عن قناعة، ولكن رفضت. قال لي بصراحة نحن الحزب ليس معد لهذه العملية، وهو جهاز مخابراتي عسكري له دور معين. فأنا صدمت، يعني مع أنه كنت متوقع رب سائل، ولكن انصدمت أنه بكل هالاندفاع وكل أيام الجامعة وكل هالإخلاص. هذه صرنا ب96، فأنا بعدين ذهبت إلى تأمل كبير وتركت الحزب. هذه نقاط الضعف اللي ذكرتها يعني دليل على أنه الحزب يعني ليس كما يبدو من الخارج، أنه ضعيف ويسهل مش قصد ضعيف، لا هو لكن النظام العسكري، يعني رب قائل أنه النظام العسكري المخابراتي حافظ على عدم اختراقه، ما هيدي فايدة نحكي بصراحة بالمفهوم العسكري. ولكن أنا كمواطن لبناني، كإنسان عايش عم بدفع ثمن وفاتورة، ما لي مصلحة أنا بس يهمش وطني ووجودي وأدخل في أتون صراع سني شيعي وتطرف ونتائج مبينة، يعني المآزق أنا ما لي مصلحة. يعني أنا يعني هذا النموذج المخابرات العسكري لا يخدم مصلحتي كمواطن، كإنسان بدي أعيش، بدي لبي حاجاتي، بدي أعلم أولادي، يعني وأدخل بظل هالحلقة المفرغة وعاني على مستوى أعمالي واقتصادي وغيره، يعني ما لي مصلحة، يعني عم حط الأمور كل شيء بحجمه. نعم، إيش أكثر تكليف شرعي من التكليفات الشرعية اللي تكلمت عنها استفزك يعني؟ لا هلا في كثير، هو قصد التكليف الشرعي بحد ذاته. انا استفزني قلت لك وقت الجامعه الامريكيه انه طب ما نحن، انا ليش انطلقت الموضوع، نحن ربينا مع كل الدور الجامع وزرع المفاهيم فينا والتعبئه، نحن ربينا على مدرسه الائمه عليهم السلام، يعني مدرسه اخلاقيه راقيه. طب كيف نحن ندعي أنه نتبع هذه مدرسة الإمام علي، مدرسة الإمام الحسين، إمام الصادق، يعني حتى ثورة الحسين اللي هي وما خرجت إلا لطلب الإصلاح، ما دخلها بالفتنة السنية الشيعية؟ طيب كيف كل هالمدرسة هيدي اللي عم تدعي نحن أنه أهم شيء فيها الأخلاق، عم نجي نعمل بعكس الأخلاق؟ وساعد على الموضوع يعني بالداخل موضوع التقية عند الشيعة للأسف، يعني مفهوم بائد لازم يكون بيأثر علينا أنه وخلق نوع من النفاق بالتعاطي، يعني هذا نفاق كأنه تورثناه من الإيرانيين بشكل أنه أظهر شيء واستبطن شيء آخر. وموجود في إيران من هلأ نموذج بس بشري، ولكن يعني هذا نفاق على مستوى السياسي، على مستوى أعداد الناس، يعني أنا أقتل الأقاطيل وامشي بجنازته، فهذا يناقض. أنا عم أقول لك من بس نظرت إلى داخلي بعد عملية التأمل اللي قضيتها وقتها في صيف كامل، قلت مش معقول، لا يمكن أن يكون رضا الله على عبر اتباع ازدواجية إظهار عكس ما نبطن بحجة مصلحة الإسلام ومصلحة الجهاد، هذا كلها سقطت عندي، يعني كما سقطت أوراق الخريف. فتمردت هذا الموضوع وخرجت، يعني لأنه أنا أعتقد لا سبيل لإصلاح الوضع اللبناني والوطني بلبنان ولا بغيرها إلا بنشر وعي جديد بخلي الناس، يعني الشيعة على وجه الخصوص، يعيدوا الحسابات بإطار تموضعهم الوطني والمجتمعي، ورفض يعني على القليل تقنين التبعية. ما فيك أنت تتبع الخارج بشكل كامل، بتقاوم بشكل وطني وبتسجل انتصارات وصمود وإلى آخره، وبتجي بك تدفع الفاتورة تصبح ورقة بسيطة بتزجك بصراعات بسوريا وبالعراق وباليمن، مش مزبوط. هذا لا يقبله أي عقل ولا أي نزاهة ولا أي مفهوم إنساني، يعني يحفظ الإنسان. أنا وهون البيت القصيد، حزب الله موجود أيضا في دول غير لبنان، وعملوا كثير على انتشاره، فكان عندك فكرة عما يحدث في الخارج؟ يا سيدتي كتبت، أنا طبعا أقول شغلة، كل اللي عم بحكيه وأكثر وتفاصيله كله كاتبه بكتبي، يعني مشان ما يعني إيه عندي فكرة. وأنا يعني وقتها كنت بإطار حلقات ضيقة وشفت أنه كيف حتى وقت الانتفاضة الفلسطينية، العلاقة مع حماس، مع الجهاد الإسلامي، حتى وقت الاحتلال الأمريكي للعراق والمقاومة العراقية،
حزب الله كان وجوده بكل هذه الأمور. وخليني أقول يعني هذا الموضوع أكيد حزب عنده هالقدرة، والإيرانيين كانوا محظوظين إنه حزب الله لبناني، يعني هون البعد اللبناني اللي بيعطي حنكي وبيعطي ثقافي وبيعطي فاعلية. يعني لو يعني هذا التراث اللبناني الإنساني استخدموه إلى أقصى الحدود وفادهم بشكل كتير كبير وأثر على انتشارهم يعني بشكل غير مسبوق. كان أداة في المنطقة. للأسف. للأسف. وإن شاء الله هالوعي اللي عم نحاول نراكمه يوقظ هالضمائر، مثل ما هدينا الكتاب الثالث تائه في الحظيرة إلى الضمائر التي تنتظر أن تبعث. يعني حان الوقت، وإلا رايحين إلى 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 أتون مش معروف نهايته. وين الضمائر إذا كانت تنتظر أن تبعث؟ أين هي اليوم؟ يعني يمكن أنت قلتي لي بالشق الثاني رح أحكي شوي عن الموضع، في هناك خيرين كتار، ولكن أنا بشبههم بالغالبية الصامتة بلبنان وبالأوطان العربية كافة. طيب عندك فكرة عن حزب الله في الخليج؟ أو أيام ما كنت في الحزب؟ مش بحاجة، لا ما كانت جبهة متقدمة، وصدقيني بقلك بكل هدوء مني بحاجة يكون عندي هالفكرة الهاجس، يعني لأنه حزب الله موجود. لما أشوف أنا كيف انتشر بأفريقيا وبدول أمريكا اللاتينية، حتى بالولايات المتحدة، حتى بأوروبا، ما هو مجتمع. المشكلة بحزب الله أنه مش مجموعة مسلحة، فصيل مسلح مثل داعش مثلا تحاصر، مجتمع كامل وبثقافته، بقدراته العلمية، بانتشاره، برؤوس أمواله، منتشر بشكل كتير ومتغلغل بالنسيج الاجتماعي، حتى مكافحة الإرهاب اللي بيدعيها الغرب. وفي صعوبة بتصنيف الحزب، في صعوبة بعزل موارد الحزب لأنه متغلغلة بشكل كامل. ما هذه المصيبة اللي عم تنوجد عنا. إن شاء الله يكون في يقظة قبل ما هيدي. عموما كل الإسلاميين دائما عندهم الأممية، يعني يحكوا عن الأممية. برجع بقول يعني التجربة، ما كنا عم نحكي بالفاصل إنه التجربة هيدي يمكن إسقاطها على تجارب أخرى دينية سمية وغيرها. يعني الإسلاميين عموما يعني طالبوا بأممية وإلغاء فكرة الوطنية من أساسها. طيب في نهاية تجربتك أنت، يعني قلت بعد ما أنك رفضت يعني تذهب وأردت أن تصلح ولم يحدث، أنت أعلنت أن وهم أوقفوا ترقيتك، صح؟ في آخر شيء وصلت لمسؤول التعبئة يعني السياسية بالجامعة. بدي أحكي شغلي، أنا خرجت من الحزب، كنت متفرغ بالحزب وفي جهاز الأحوال الشخصية بالحزب، وكان بدي من الأموال المصروفة بالجامعة من والدي الله يرحمه، كان في 3000 دولار لازم يدفعوه، يعني في قرار بدفعه، ولكن بس تركت صاروا ياخذوا ويجيبوا فيني، وخرجت وبدي أنا من حزب الله من الجهاز الأحوال الشخصية 3000 دولار اللي هن أهلي وعائلتي كان أحق فيهم، بعكس ما يقال يعني. واللي بيعرف يعني، يوم كنت عم بقرأ التعليقات على الفيسبوك وتويتر، اللي بيعرف أنه الطريق هذا مشيته باللحم الحي يعني، ولم أتلقى بالرغم من كل ما يشاع هني بيخونوا، لم أتلقى أي فلس من أي جهة، بالرغم من أنه السجاد الأحمر انفرش اللي بكذا مطرح، ولا زلت أعول على الخيرين، كان بلبنان كان بالأوطان العربية، هالغالبية الصامتة اللي عم تتبنى هيدا طريقة التفكير اللي نحن نشترك فيها سيدتي، انه يعملوا خطوة يتجرأوا ما يضلون اسيري الخوف. لانه طب انت هيك ما مشاريع كان انا والله كان غيري يعني. انت ما خفت لما قررت تترك الحزب؟ طبعا كنت عم بقول لك انا تحت المياه الخضراء، هو كتاب 1984 لجورج اورويل، يعني اذا بتاخديه بتجربة حية، هذيك كانت قصة خيالية، هذه قصة واقعية. هو الخوف، أتذكر سيدة قابلتها، يعني 1984 الجديد، أتذكر سيدة قابلتها وقت نشر الكتاب طريق النحل النسخة الفرنسية بفرنسا، وكانت سيدي أوروبية، وكانت كتير أصرت تقابلني، وقلت لها ليش مهتمة، وكانت متخرجة من هارفارد ودارس كتير يعني ثقافي جيدة، قالت لي نحن أهلها راحوا نتيجة الحرب العالمية الثانية والإبادات وكذا، ولحد الآن بالرغم من كل ما كتب عن ثقافة هتلر الشمولية والفاشي وغيرها، لحد الآن بعد في عجز عن تحديد بشكل حاسم لما العرق الألماني يعني الأوروبي الراقي كيف انجر بخطة شمولية بهالشكل. وقالت لي إيد بكتابك بعض الأجوبة لما لقيتها أنا بالكتابات الكبيرة
فانبسطت لما تشوفي انت البعد الانساني وتشوفي كيف البشر بيتحركوا. طب انا كمواطنه عربيه ايش الاجوبه اللي ممكن الاقيها في كتابك؟ كمواطنه عربيه، كمواطنه عالميه، وبقول لك انه طريق النحل متوفر بالنسخه الانجليزيه كمان، بتشوفي تجربه انسانيه صالحه، مثل ما صار في تعليق لاحد النقاد من يومين، تجربه نموذجيه يعني ثلاثيه طريق النحل، وادعو انا الى قراءتها بالتسلسل، لانه الزبده باخر كتاب، تجربه نموذجيه بتخليك تعرفي اسباب التدهور والانحلال والتاكل اللي عم نعيشها او بعيشها اي مجتمع، كيف تنطلق الثوره، كيف تستفز المشاعر، كيف تجند الاطفال، كيف تنطلق، كيف تنضج، كيف تنحرف، كيف تاكل نفسها، كيف ينتهي دورها وتنتج ثورات أخرى، طبعا مع كل سيرة العنف والعنف المضاد وحلقة البشر بالذوبان في بالأمور المدمرة. هذا التجربة اللي وهذا اللي لمسته أنا وقت نشر الكتاب بفرنسا، وقت النشر الإنجليزي يعني بلبنان، تحكي موقف سياسي وأنت مع هيدا ومع هيدا، وقت بذكر كلمة قال وقت ستيفان كاريري نشر الكتاب بفرنسا، قال نحن ما بهمنا حزب الله، ما بنعرف وين لبنان على الخريطة، ولكن نحن نعشق كتابك طريق النحل لأنه تجربة إنسانية، ممكن المسلم والمسيحي والسني الشيعي والغير ملتزم دينيا يجد انه في 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 كفاح انساني فيها وبيقدر يربطها باي محيط. نعم. بعيش فيه. قبل ما اسالك عن رده الفعل تجاه كتبك، رده الفعل تجاه انشقاقك، من السهل ان ينشق انسان عن مثل هذا الجهاز؟ هو مش من السهل ابدا، ما انا كنت عم بقول لك احنا فتنا على جورج اورول، الخوف، عنصر الخوف، يعني هذه المواطنه الاوروبيه قالت لي عنصر الخوف، الخوف يتغلغل بالشرايين. لا زلت أنا أعيش الخوف، طبعا أنا تصالحت مع هذا الموضوع يمكن من شي سنتين، ولكن بعد ترك الحزب، أنا وقت كتاب الطريق النحل حزب ما عمل شي، وكتاب وقتها بس أنا كنت أكتب الورقة بقلم وحطها تحت الفرشة، يعني فرشة التخت، خاف عيش، سكر الشباك، أعمل، حتى كتبت نص الكتاب هذا قبل ما أصدره بال2008، رجعت خزقته كله ولغيته ولغيت الديسك وقتها، قلت ما بدي روح هيدي الخطوة، ضليت أكثر من 7 سنين بيني وبين نفسي لو امتلكت الجرأة أني أحكي. ليش؟ لأنه هناك بالأحزاب اللي عندها هيدا الطابع بيعملوا لك تقطير، يعني الخوف، يعني ليش الناس مثلا، ليش أنا بنشر كتبة طريق النحل أتهم بالخيانة من رفاق السلاح و وتحت المياه الخضراء، وبعد 4-5 سنين هن بيتصلوا فيني وبيبلشوا يقولوا لا نحن ظلمناك وهذا الكتاب لازم ينشر، طب خليه ضمن الشيعة إلى آخره، بس ليه؟ لأنه هو بخافوا. ليه الخوف كان جزء من التربكية بس؟ طبعا من التربية 100%، ما هذا الخوف هو اللي بيجعل الأنظمة تسود. يعني مش معنى من سنتين غيرت رأيك وقررت أنك يعني هذا تصالحت مع نفسي بهذا الموضوع وسلمت أمري للسماء. يعني أنت لما تركت الحزب ما تم تهديدك ولا اختيار ولا محاولة اختيار؟ وقتها لا أبدا، وقتها ما كان في، يعني أنا ما كتبت، وقتها صار في اجتماع مع الناس اللي كنت على تماس معهم ومن المؤثرين، وقالوا أنت نتمنى منك كل ما تملكه وكل ما تعرفه أنه تدفنه، وفعلا أنا من دون ما يطلبوا هذا الشيء أنا قلت لهم هذا الموضوع دفنته، ضليت أنا وسافرت وعملت دكتوراه بأمريكا وغيره وغيره، ورجعت بلشت بعد 2000، يعني الانسحاب الإسرائيلي ودور المقاومة المهم، وبلشت تتحرك الآلية العسكرية الحزبية إلى الداخل اللبناني، بلشت تشوف أنا نتيجة الثقافة اللي تربيتها أنا وأمثالي تاخد مجراها بإطار، يعني المقاومة كأنها تحولت إلى كلام حق يراد به باطل، بلشت تشوف كيف بلشت الفرقة والسني والشيعي اللي رح تطيح بلبنان، وصار عندي تعلق بلبنان أنا بعد ما تأملت وبعد الثورة الطلابية، فبلشت الاغتيالات والانقسامات و8 أذار و14 أذار، وأنا كنت ناوي أبعد عن السياسة وما كنت حتى أخبار ما بسمع، لأجا وقت ما قدرت، يعني حسيت لازم يكون إلي موقف، هون بلشت فكرة الكتابة من تقريبا 2002-2003، طبعا الوضع بالمنطقة والعراق وغيرها، لتجرأت بآخر شيء نشرت كتاب طريق النحل. هلأ وقتها شو كانت أنا حشتي مع نفسي؟ طب أنا كل معقولة أنا أكون خائن؟ ما أنا أعطيتهم عهد وأنا عم بفضح، يعني كأنه في ناس بتشوفها أنه قلة وفا، أبدا، أنا بس شفت الأمور يعني. طبعا شفت في مصالح، وهذا هن علم أنه في مصلحة تطغى على مصلحة الناس، حياة الناس، هنا مصلحة بدأت بلدي. التهديد، قلت أنا قصتي ما لازم تكون مخبية،
هذه لازم شاركها مع الناس، لأنه هذه إلهم. وليه أنا قلت يعني بكفيني نموذج واحد بعد ما نشرت كتابي، يحكوني شخص أم ابنها عمره 15 سنة راح بدورة على إيران، هيدي من شي 4 سنين، تكفيني هيك نموذج وفي منهم كتار، ما يكون الكتاب منقطع من السوق يعني انطبع كذا مرة. تقول لي أرجوك توصل، أنا بدي نسخة لابني يقراها لأنه ما قدرت وقفه، راح يعمل دورة عسكرية بإيران، بلكي بيستفيد من التجربة. لو أنا منعت نفس من الانجرار بهالأتون المظلم بكون الحمد لله عملت شهادة حياة. تدريبات العسكرية تجري في إيران هلا طبعا بعد مؤخرا صارت الأساس صار يصير بإيران يعني. هناخد فاصل، بعد الفاصل محاولتي اغتيال ضد دكتور رامي علاق، ومن هو المواطن برأيه وكيف يرى الوطنية؟ فاصل ورجعين. أرحب بكم من جديد. ودكتور رامي علاق، لماذا يريدون رأسك؟ يعني محاولتين اغتيال، تهديدات بالقتل تصلك لعنوانك على الفيسبوك، حتى رفعت دعوة قضائية ضد 13 شخص، ما هذه القصة؟ محاولتين، المحاولة الأولى يعني انتهت بتخويف، استثمارة بتخويفي، زرع عبوة أو جسم غريب حد بيتي، وكان من وراها في قصد للتخريب على لبنان غدا كصرخة وطنية للنهوض بلبنان. وتم تفجيرها؟ لا 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 لا، وقتها يعني اكتشفت على أساس مؤخرا وسكروا الشارع حد البيت وانتهت الموضوع يعني مثل الرسالة أو شيء. أيوه. معين. ولكن المرة الثانية وقت عملت مؤتمر صحفي دعيت فيه اللبنانيين إلى سحب أولادهم من سوريا كلهم، ومنع المؤتمر من قبل الصحافي، ثم في أحد الفنادق عملته عندي بالبيت، وإجاني تهديد، وكنت مجتمع وقتها في اجتماع مقرر مع شباب من ضيعتي لمناقشة الكتاب الثاني تحت المياه الخضراء وبشكل سلمي وهادئ. وقتها إجا التهديد وما تطلع ضيعتك، وأنا طبعا رفضت أنه هيدا حقي الدستوري، وأنا مني يعني لا أؤمن بالعنف ولا حامل رصاصة معي. فوقت طلعت واتصلت بالأجهزة الأمنية، محاولة طويلة عريضة يعني، وكان في مكمن لو ما والدتي وأخي يجوا بوقت قبل دقائق معدودة من وصولي إلى المكمن قالوا لك ارجع لا كنا في مكان آخر يعني. هذه كتاب بوليسي كان مصرت موجود معنا، ولكن اليوم. يمكن ربنا استجاب لصلوات ودعاء والدتي، لأنه ما بنسى نظرتها إلي وقت دقت على السيارة بشكل انفعالي وبتبكي رجع بدهم يقتلوك. فالحمد لله يعني، شو بدي أقول، وما يحزنني الله يخلي لك إياها. وحالة قصة الاغتيال هذه أكيد يعني محزنة، لكن كل أي أحد يحاول ينتقد يعني الحزب يتعرض لهذه التهديدات يعني. من دون ما أفوت بتفاصيل كثيرة بس بقول لك يعني يحزنني، لازلت حتى الآن لا أفهم كيف بيتم إذاعة بيان من مأذنة الجامع بضيعتي أنه بتقول هبوا رجالا ونساء لقتل الزنديق المخنث رامي علايق، لقتله ومن معه وتعليق جثته في الهواء، ويعني ليكون عبرة، والناس بتتجمع وضيعت اللي فيها أبعاد ثقافية رائعة ما بيطلع حدا بيسترجع، هنو بنرجع لعامل الخوف يقف بوجه هيد الأمور. طيب هم بيصمتوا لأنهم خايفين ولا لأنهم موافقين على اللي يقولوا المحرض؟ يعني هني بيدعوا، للأسف بيدعوا أنه ما دخلهم، أنا بس رفعت دعوة. هني قالوا نحن، أخبرني أحدهم، لا المصلين ولا الناس ضيعتك، الناس وإجوا باسم الدفاع عن دماء الشهداء وكأنه أنا عم خون دماء الشهداء يعني. واللي صار أنه رجعت رفعت دعوة قضائية بلبنان للأسف يعني، وأنا بكتاب تائه في الحضيرة أعالج موضوع القضاء اللي هو أساس من القيمة الأساسية العدالة. الحزب قال بعت أعلن أنه نحن أخذنا قرار نحمي رامي علي، وقت تم استدعاء سبعة من 13 من اللي كانت مدة عليهم بالتفاصيل والبراهين وعهويتهم كلها موجودة، كتب في المحضر وقد تمنعت اللجنة الأمنية في حزب الله عن إحضار المدة عليهم وحطوا أسمائهم وهويتهم. طب ما على أساس أنتم ما دخلكم وأنتم بالمقلب الآخر. وبالآخر للأسف
رجعت أعلى السلطات القضائية، رجعت المدعي عام التمييز، رجعت نقابة المحامين، يعني كوني محامي وألتزم بآداب وممارسة. وعائلتك إيش كان موقفها؟ في ناس وقفوا كله ضدك؟ يعني سبع جرائم خطرة مع كل أدلة تم التعاطي معها باستخفاف. طب أنا كمواطن، وعشان هم مسيطرين كمواطن بدي العدالة، يعني أنا ميزت بكتابي تحت المياه الخضراء العدالة السياسية والعدالة الإنسانية، شو بدي أنا كمواطن كإنسان؟ طب كيف أنت يا حزب الله أو أي حدا ممكن يحل محله يكون عنده، كيف بدك تمنعني العدل، أبسط أنواع العدل؟ طلبت بس أنت قلت الدعوة. أنه هم يعني طلبوا منك أن لا تفشي أسرار مثلا الحزب، في نفس الوقت اللي كنت أنت مقدم على ورقة إصلاحية، يعني كانت بينك وبينهم ما كنت أعلنت عنها زمان. ما أعلنت أبدا ومحصورة. بس بينك وبينهم، فلما جيت أعلنت عنها بكتب، لذلك تمت محاولة اختيارك. الثلث الأول من كتاب تحت المياه الخضراء هو بعالج شو صار معي بطريق النحل. عرض علي أنه الكتاب ما يطبع، تم ممارسة الضغط على القريبين مني، دفعت أموال، بعتوا حدا عد النسخ، أمور كثيرة يعني، وقال لي إياها وكتبتها. قال لي إياها شخص، قال لي كتابك هذا الحزب كتير ورح نعمل المستحيل من شان ما نحد من انتشاره. وقتها طلعوا دعايات علي على مستوى السلوك الشخصي، فاتوا بحياتي الخاصة لينفروا الناس. يعني لما يطلع عندك ناس يقلك أنا، ناس مثقفة وخريجي جامعات، يقلك أنا ما بقرأ، ما رح نقرأ كتابك لأنه أنت إنسان خائن ولأنه ضد مبادئنا. يا أخي هذا فكر، الفكر ما يمكن اغتياله. اقرأ، ما هي هيدي الحيطان اللي عم يبنوها بين العالم، واللي هلأ عم السني عم يبني حيطان، الشيء عم يبني حيطان كجبهات متطرفة تؤدي إلى تجهيل الناس. أنت مثقف، كيف فت على جامعة وأخذت شهادة جامعية، بتذكر هذا الشخص، بتقول أنا ما بقرأ شيء ما بيتوافق مع عقيدتي، شو عملت بالجامعة؟ طيب هدف حزب الله حسب ما تعرفه في العالم العربي إجمالا هو نفس هدفه في لبنان، إيش هدفهم؟ هدفه حزب الله واضح، يعني حزب الله يريد أن يعني عندهم بعد شيعي. ما أنت هون بتطلعي على فكرة الشيعة الاثنى عشرية، فكرة الإمام المهدي، الإمام الثاني عشر، فكرة ولايته في الأرض، إعادة ظهوره ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. للأسف هذه مفاهيم فيها بعد إنساني جميل، ولكن تم تأطيرها وإسقاطها على حالة سياسية بواسطة الإيرانيين لجذب الناس وللسيطرة على الناس. اليوم بالتاريخ، عبر التاريخ، الدين هو أكثر أداة جاذبة، أكثر أداة صار فيها صراعات وسفك دماء هو الدين. طب أنت كنظام سياسي إيراني أو حتى أو فليكن عندك هالأداة، هذه أداة يعني رائعة بدك تستخدميها للآخر. هني سألانين عن العالم اللي عم تعيش بالأسر وتضيع وتموت وأموات، يعني بلبنان للأسف يعني شهداء وشهداء وشهداء يعني مش هذا الإسلام أصلا ولا هذا التشيع. يقرأوا مزبوط، إذا مستخدم على أساس ديني من أجل يعني تحقيق أهداف. طبعا الدين بأسر حياة الإنسان، وخاصة منين بده يكون فيه مواطنة ووطن لما أنت بزرع لك بجذورك فكرة أنه أنت وجودك مهدد. فشو بيعود تفرق معك لبنان ووطن ووطن عربي ويمن وبحرين ووجودك مهدد. يعني أحكي لأكون منصفا، هون الطامة الكبرى. ولكن بالمقابل ما بيصير فيه استفافات اللي بتعول عليه بالطرف الآخر أنه يأخذ الموضوع بشكل تعالوا نشرح المشاكل، تعالوا نقدم حلول. مثل ما قلنا عند قرقعة البنادق ببطل فيه صوت العقل مسموع، فاللي بده يرفع لواء المواطن، وهذا المحتوى اللي حضرتك حكيت عنه، والمواطن هو الرسالة الأساسية بكل ثلاثية الطريق. في وقت اليوم لإصلاح ما تم طبعا يعني تخريبه. فلنراجع التاريخ، تجارب الغرب، التجربة الأمريكية، موضوع الدماء التي يعني أسيلت بشكل غير مسبوق. بعدنا نحن من كل مع كل اللي حصل، يعني قد يكون هناك رب قائل من الربيع العربي واللي عم بيصير، يعني هذا كله مسار طبيعي بإطار تمخض ديمقراطية. يعني بالغرب عشرات السنين مرقت لصار في ديمقراطية، هذا حراك موجود. بس الخطر وين؟ يا أما هالحراك بيودي إلى مآسي أكثر وإلى حائط مسدود، يا أما بيفرز مع كل الآلام نموذج مرضي لخلق مواطنة عربية. لأن الصراع اليوم إحنا مش زي يوم، الصراع ليس فقط داخلي داخلي، يعني في هنا داخلي وخارجي، كل التاريخ يعني هيك على طول. أنت اليوم اليوم لأي مدى يمكن الإصلاح؟ والسؤال اللي بعده، لأي مدى إيران متغلغلة اليوم في الدول العربية من خلال حزب الله أو أي حزب آخر أو أي مخالب أخر؟ بصراحة هون نحكي بنقد ذاتي موضوعي.
نحن أبناء البيت، وأنا أؤمن بالبعد العربي والمواطن العربي الحقيقي. ما إيران مش من امبارح إجت، صار من 79، حتى من قبل. أنا كنت بذكرت قادة الحزب اللي كانوا بالجهاز الأمني والعسكري قبل انتصار الثورة الإسلامية بإيران، كانوا عم يشتغلوا بالأواسط الشيعية ولبنان وغيرها. صرنا 35 سنة. إيران نجحت بوضع استراتيجية، يعني فكرت بالطريقة العلمية الاستراتيجية. نحن اللي بعدنا، وطبعا أنا هون عم بنتقد من الحرص، لأنه بالآخر بيتي العربي بدي صلحه، طبعا بدي أخلق حس مواطني مزبوط، لخلي كان شيعي كان سني كان متطرف مع حزب الله أو مع داعش أو مع النصرة، لقيله شيء يلبي انتمائه ويجاوب هواجسه. وهيدا مسؤولية الخيرين ومسؤولية، أنا بعتقد عنا حكام بيسمعوا وعنا ثقافة متزايدة وعنا نماذج جيدة، يعني من تونس حتى الإمارات، يعني الإمارات لتصبح عاصمة اقتصادية وعاصمة فكر وفن وإبداع، يعني في عنا نماذج يبنى عليها. مطلوب أكثر احتضان الناس اللي عم بيحملوا هيدا الفكر، اللي عم بيأسسوا لمواطنة حقيقية. لأنه إذا أنت بدك تقول للشيعي ما تروح تمشي مع إيران وتتبع، بدك تقول له هليك شو عم قدم لك، ليك الوطن، ليك أنت حضانتك، بده يقتنع. هيدا اللي عم نحاول نعمله للأسف. بعد طب هو مقتنع بما تقوم به إيران؟ يعني مثلا إذا ما اقتنع ببلده، ما هو يعني إيش اللي مقدمت له يا إيران؟ الناس ما عندها البعد العميق بالتفكير، أغلبها بتتبع، بس تتبع شيء بحقق لمصالحها، المال، بيضربوا على الوتر أو الحس الطائفي. يعني نحن الشيعة مظلومين عبر التاريخ، وإيران هي أول جمهورية شيعية عبر التاريخ، وهذا فعلا. وليك شو صار فيه تحقيق وانتصارات وكذا، وهي تخطيها ببعد قصير، ايه مزبوط بتقنع السذج، ولكن خديها ببعد متوسط وبعيد الأمد. انت ليك شو عملت؟ ايه ليك شو طلعت راس؟ يعني حققت شيء، بس فاتورتك اللي عم تدفعها انت وولادك، ليك قديش في أسر تفككت، ليك قديش في حقد سني شيعي، طب ليك قديش في جيران، ليك قديش في ناس حملت أحقاد سوريا مثلا هلأ، قديش في ناس صار في عندها عداء ربتوا أولادها الطفالة. هيدا كله بده ياخد 10 و20 و50 سنة. هيدا فاتورته، هيدا أهم من كل ما حققتوه يا شيعة، أو بالمقلب الآخر هلأ اليوم عندنا داعش والنصرة، هيدا أهم من كل هيدا اللي عم تحققوه. هيدي القصة اللي لازم يعني خدوها بميزانية أو دراسة اقتصادية، ربح وخسارة. في كتير نقاط ربح عند حزب الله وعند غيره، ولكن الخسارة أو حجمها، يعني هي أعطاء القيمة للربح، هي مضخمة جدا. أنه اليوم المقاومة اللي هي تحولت إلى غاية، يعني بكل تاريخ المقاومات بالعالم المقاومة هي وسيلة لتحقق رفاه ومواطنة وانتماء واستقرار ورغد عيش، بعمرها ما كانت. يعني التعبئة اللي عم تصير بهذا المنظور انه المقاومة، يعني مش هدف، هذا ذرة مات في العيون. الهدف هو تحقق المنعة الكرامي. كان يقول حزب الله بزمان، أنا وقالوا لي شخصيا وقت انتقدتهم وبعض المقربين من رفاق السلاح القدامى، احكم علينا وقت نتحول إلى حكومة وإلى حكم. هيدي من فترة 6-7 سنين. طب هيكم تحولتوا وكمشتوا مقاليد الأمور، خربتوا القضاء، خربتوا الأجهزة، بتدعوا أنه ما فتوا بالفساد بشكل مباشر، ولكن أنتم تحموا الفاسدين، عم تحموا الخارجين عن القانون، عم تأسسوا الوطن الضعيف والدولة الضعيفة، عم تمنعوا العدالة أنها تصير. شو ده هيدا نموذجكم؟ ما تأمتوا كل حراكم بأساسه كان حراك باطل، وما بني على باطل فهو باطل. عرفتي بيت القصيد وين؟ بعدني بقول مواجهة كل هذا المشروع وكل هذه الأفكار لا تتم إلا بوعي بمواطنة حقيقية. ما في حل إذا أنا أخذت موقف سهل، واحد يأخذ موقف سياسي، ولكن موقف سياسي بيستجل موقف سياسي، تطرف. مزبوط. أنا هون أعول، ما عم أعول على الطرف اللي أو الأطراف اللي وصلتنا لهون، عم أعول على الخيرين، ويمكن هيدا الشيء الأساسي على الجيل الجديد اللي خلاني أقعد معك بالبرنامج هون، لأنه أنا لمست أنه في تطلع وفي دعوات إلى تخليص الفكر الراكد من شوائبه لنخط فكر جديد. يعني أنا موضوع الكتب مش بحاجة كنت أقول أنه والله صرنا شهر ونص ناطرين نحن وبعدنا بالقرن 21، لا، أنا كنت أتمنى أنه في كتب هني يدعوني أنه أجي أنشر كتبي، يعني أنا وغيري، يعني
هذه المعادلة اللي لازم تتغير. طيب. ونحن أبناء البيت العربي نحن لازم ناخد المبادرة، ما تخليهم، يعني نحن لازم نكون بحركة الفعل وليس ردة الفعل تجاه التدخلات الخارجية اللي عم تقود استقرارنا. ناخد فاصل وراجعين لك دكتور رامي. فاصل. اهلا بكم من جديد. ودكتور رامي علق، انت يعني تقول ان عدد من قيادات حزب الله لديهم جانبين في شخصيتهم، جانب مقاوم واخر دموي. سردت هذا في معرض حديثك عن عماد مغني وحسن نصر الله، ايش كنت تقصد؟ يعني في طبيعه انسانيه يتحكم فيها الشر احيانا. خليني اكون كمان هون، انا ابن البيت، ابن هالمجتمع وهالبيئه. يعني يؤسفني انه بجانب كبير اكون منصف وبحسب الظروف، يعني حملوا لواء هود الأشخاص، لواء خير بمطرح من المطارح، ولكن استبطن شر كبير. واليوم كثرة الأعمال الدموية والقرارات بإراقة الدماء تخلق تحجر عند الناس. أنت تعرف عماد مغنية ومصطفى بدر الدين؟ يعني كان في، أو عرفتهم يعني لأنك أشرت إليهم بأسمائهم يعني الحركية في كتبك. لا، حكيت أنا بكل صراحة يعني، وما عم بحكي شيء خافي. مثل ما قلت برجع بقول، حكيت من 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 مرارتي، من مرارتي لما يكون في ناس مثلهم عندهم جوانب كانت إيجابية فترة من الفترات كإنسان أنا جنوبي، تتحول إلى وبال علينا بسبب يعني التمادي بسفك الدماء والارتباط المشبوه بكتير أجهزة. قابلت مسؤولين إيرانيين أيام ما كنت معاهم؟ أنا كتبت وقلت لك رحيمي كان يعني بالممثل وزارة الأمن، وزارة الأمن وقتها يعني في أجهزة مختلفة، أنا يعني ذكرتهم مكتب القائد، وزارة الخارجية، وزارة الأمن، وفي والحرس الثوري، قائد الحرس الثوري الممثل بلبنان اللي هو جزء أصلا من شورى القرار بالحزب. هودي كان عندهم علاقة بالحزب وقوة وضعف لتأثيرهم. وقتها كانت وزارة الأمن من الوزارات الأنفذ يعني، هي مكتب القائد حسب ما يسمى. وصار في عندي هالعلاقة وطرحت الإصلاح بكل صدق. وبعدني هلأ أنا يعني بالآخر نحن أشخاص، بتمنى أنه يطلع ناس ولو بعد حين يرجعوا يفكروا، يعني نحن رايحين على المهوار وعم ناخد معنا مجتمعاتنا كلها. يعني قرأت أنك تحدثت عن العالم الجنسي لحزب الله، إيش المقصود كتبت بذلك؟ أنا لم أكتب فقط سياسي، كتبت سياسي ودين ومجتمع وفكر، يعني حياة. يعني أنا سألت مرة ثلاثيتي أو كتب حياة، يعني أعطينا صورة، يعني إيش العالم يعني الجنسي لحزب الله؟ مش العالم الجنسي، أنا كتبت رواية وأسلوب أدبي طبعا ولم أشهر بأحد. يعني اليوم أنت الكبت الجنسي هو منظومة لا تجزأ، المنظومة الحضارية أو الفكرية المشكلة إنها لا تجزأ، والإنسان المتلقي بيأخذها كلها. يعني اليوم ما فيك تفصل لواحد، ما في واحد يكون متحرر على مستوى الثقافي والفكر وبذات الوقت يكون بعائلته مثلا وبعلاقته مع أفراد عائلته ومع زوجته أو الزوجة تكون متخلف وعنيف، وما في واحد يكون هيك ويكون بمطرح من المطارح يتعاطى مع موضوع الجنس والأكل والشرب إلى آخره بشكل متحجر. أنا كتبت لأنه هيدي بتودي على هيدي. وحتى البعض يعني بعض النقاد، ما بدي أحكي الاسم، إجا عمل خلاصة نقد لكتبي وخاصة كتاب الثاني، قال لي أنت كتبت بمفاهيم إلى تفسيرات عند فرويد وكذا، لأنه يعني حتى خلاصة أنه الكبت الجنسي هو مشكلة المشاكل على المستوى السياسي بوطننا العربي. هلا هذا موضوع أنه هذا اللي حكيت عنه، أنت التصرفات هي إفراز ثقافي وإفراز تربية، هذا اللي حكيت عنه من هالباب. واليوم عنا يعني هذا ينطبق على كتير أسر وعلى كتير نماذج عنا بعالمنا العربي خاصة. يعني هذا الموضوع بنبعد فيه عن حزب الله بس لأنه هو نتاج مجتمع، حزب الله جزء من هالمجتمع فبيطبق عليه يعني، والنماذج أكثر من أن وعند التطرف بيكون أكثر كمان طبعا. يعني هي مفهوم، أنا ذكرت شغلي عن زواج المتعة بصراحة، أنه بالكتاب الإنجليزي طريق النحل وتحت المياه الخضراء، أنه أنت اليوم أنت تسعى وراء الجنس بخرارة نفسك، ما هو هيدا النفاق، ما جزء مثلا حكينا عن نفاق سياسي. طب أنت بتروح بدك تلاقي فتاة
هلا ما بدي فوت كيف كانت اول شيء من اهل الكتاب وبعدين بسع البكار و بدك تعمل عمل جنسي معها وهي بدها تعمل عمل جنسي معك، بدك تيجي تقول لها عقد المتعه وتقول لك بالفصحى السليمه ويكون في توافق وقبول وانت عم تكذب عليها، انت بالاخر مش هدفك لا العقد ولا هدفك الصيغه وهي عم تكذب عليك واثنيناتكم عم تكذبوا على ربنا، فكيف بده يكون يعني ثلاثيه من الـ من الـ من الدعاره الجنسيه عفوا يعني. انا مش ضد فكره تقطير الموضوع باطار حضاري بس اذا كان بده يبني على نفاق فهذا نموذج. انا حكيت عن شيء حياتي بعيد عن السياسه وعن السلاح، طب اذا واحد بفكر بهالطريقه وانه هيك انه ليش انا بعملها كنت لانه بيرضى ربي عني، كيف الله بده يرضى بس تكذب عليه وتكذب عليك وتكذب يعني اذا في عندي سؤال بخصوص زواج المتعه، هو بيصير بدون عقد مكتوب صح؟ لا بده عقد شفهي يعني شفهي ولمده معينه. ايه طب كيف بيتم تنظيم النسل والاطفال وما الى ذلك؟ هلا عند الشيعه هو اذا صار في ولاده وكذا زواج عادي يعترف فيه وبتسجل وفي حالات تسجل، ما هو المشكله بغياب التنظيم الدقيق والاسري واوين احوال شخصيه مهترئه وكل فئه. بس هو الحزب الله يشجع على زواج المتعه، بس يشجع يعني نرجع هون لما يكون انت عندك فكر شمولي معين وعنده عناوين كبرى، ما انت بدك تفسحي مجال. هذه قصه موجوده كانت بالنازيه، موجوده بالفاشيه، موجوده بالانظمه الدكتاتوريه المستبده، تفتحي مجال للناس لتنفس، ما تجوا صوب السياسي وصوب المواقف الكبيره والقضايا الكبيره. الجنس هو المتنفس. ايه وانتم متنفس الاساسي هو الجنس، يعني هذه ثقافه كانت باوروبا حتى يعني ومش بس عنا للاسف. طيب عندك في نهاية الحلقة أنت عندك يعني دائما تركز على التربية والوطنية وكيف يمكن أن نعيد تشكيل الهوية أو الثقافة. نعم يعني من وين نبدأ اليوم؟ يعني إيران متغلغلة في كل بلد عربي بعد الثورات العربية، فوضى عارمة لا حد لها، من وين نبدأ؟ نحن بحاجة إلى أن نقرأ، قبل ما نقرأ بحاجة. أنا ثورة 10 تشرين الأول اللي تأثرت فيها بالجامعة بال 2013 سميتها ثورة على الزيت. طب اليوم إذا ما أنا فرت على ذاتي وما مشيت مثل الأعمى وراء الأهواء الخارجية هون وهون، بلش حط الإطار السليم. ثاني شيء بدي أتثقف، يعني أنا عبارتين بكتاب تائه، ما أكثر العلم وأقل التعلم. لبنان للأسف عندنا نسبة تعلم أكثر من 92% ولكن ما في ثقافة، كيف ناس متعلمين بيفتخروا أنه بنوا العالم وعملوا العالم وبلدهم بعده عن تناحر عقيم؟ ف يجب أن نقرأ. عشان هيك أنا موضعت كل أفكاري وتجربتي وضعتها بكتب، لأنه هذا توثيق مثل ما قام بالثورات الأوروبية وبأمريكا وأدت إلى نتيجة وعالجت مشاكل المجتمع، هذه الطريقة الصحيحة للعلاج. أدعو إلى التبصر، إلى القراءة، وإلى إرساء أسس وطني عربي حقيقي. وإذا ما مشينا بهالإطار سيذكر التاريخ أنه نحن رح نروح نحو الهاوية أكثر، لأنه شوفي مسار الأحداث بالسبعة ثمان سنوات اللي مرقت، من سيء إلى أسوأ، من فتنة إلى فتنة أكبر، من تفرقة وفرقة إلى فرقة أكبر. يعني حدا كان بيقول يصير في تفجير انتحاري بالسعودية مثلا، حدا بيكون كان يتوقع يصير باليمن وبليبيا فهذا الأساس اللي عم بدعي له. وبالآخر بقول تجربة حزب الله أو تجربتي هي تجربة كتبت عنها، أتمنى يطلع كثيرين سنة ولبنانية وغير لبنانية يكتبوا عن تجاربهم، تجرؤوا يعني اليوم فلنكسر جدار الخوف ونكتب لنلتقي بكل تجاربنا ونوضع الإطار الوطني الصحيح لما يروح بعدين لا الشيعي ولا السني على تبعيات خارجية ويدوب بمجتمعه وبمواطنته، لننهض بهالمجتمعات وبلينا من هالأفكار العالية والقضايا التي تعمينا وما فيها مصلحتنا مصلحة أولادنا. حرام شو منا نورث أولادنا إذا نحن عم نهلق بهالجو. طب ماذا عن الصراع السني الشيعي؟ يعني على المدى البعيد أم القريب تتوقع أن ينتهي واللي ظهر فجأة؟ في مش ظهر فجأة، هو طريق النحل من 2008 هو الإعداد له أخذ وقت طويل لكنه تفجر فجأة. حكيت أنا من وين؟ يعني بلشت بس صرت شوي أدرك بالأوائل الثمانينات لهلأ عم بحكي عن هذا الموضوع. الجواب هون، أنا ما فيني إلا أحقد على السنة إذا أنا تربيت بهالطريقة، شو ما قالوا لي وشو ما قالوا بالعلن. والسنة لما كمان ما في أصوات بتيجي الرافضة وأصوات التكفير كفرة طب ما كمان ما يعني أنا عم بحكي لأنه أنا عشت هالتجربة، أتمنى يكون في أشخاص يحكوا بالتجربة بالمقلب، يكون في توازن بمعالجة ومقاربة الموضوع. لكن إحنا فتنا بعصور وسطى، عصور داكنة،
مثل ما فاتت. أنا أتمنى نكون لمستوى العصور الوسطى. يعني الله يستر. اللي بقوله في حركة ماشية بالتجهيل والظلامة والتوجه إلى وادي صحيق. اللي فينا نعمله هذا كتير قوي. في دفع اتجاه. فينا نفعل الدفع الآخر بالنماذج اللي عم نحكيها. لأنه في ناس صدقيني كان بلبنان كان بالدول العربية في عنا مثقفين بطل العصر مثل من زمان وانفتاح وفي عنا فئات مقتدرة وعندها رأس المال. خلينا ننشئ اتجاه معاكس. عم نحكي باتجاهات. اتجاه آخر ونقوي. لأنه كيف القصة صراع الخير والشر بالتاريخ؟ ما هو الخير إن شاء الله يعني بينتصر الخير، ولكن أيمتى؟ لما يغلب يصير في عنده مؤيدين وعندهم تأثير. قصة الخير والشر رح تضل. هيدا اللي عم بدعي إله. والسبيل الوحيد هو مواطنة 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 عربية حقيقية. من بيده أدوات التنوير اليوم؟ احنا بنحكي مثل ما بيحكوا. هناك ناس هودي الناس لازم يحتضنوا. يعني نحن ما حكينا على الشق اللي أنا يعني مثلا بتجربتي وقت أطلقت لبنان غدا وثورة 10 تشرين الأول ثورة على الذات ده بحكي لك كيف تم التضييق على كل شخص علي وعلى الأشخاص اللي تواصلوا معي. يعني يمكن تنسي موضوع حزب الله. ليه؟ لأنه موضوع ما بيخدم الأجندات السياسية المباشرة. ما هذا خطأ في التفكير. لأنه بمرق سنة سنتين 10 مواقف السياسية مش هتنتهي. ونحن ما بكون فكرت بشكل استراتيجي، ما بكون بنات. طب ما نحن ما نتأثر بالغرب على القليل وبالأمريكان وبالمفهوم الإيجابي. طب ما هو بدك تفكر لبعيد. يعني على طول نحن أعدائنا ومنجهش على أعدائنا. أعدائنا عم بيكونوا أذكى منا، عم يفكروا بشكل استراتيجي، عم يخلقوا لنا من جوات بيتنا. يعني أصعب شيء بس يكون البيت عندك متفجر ويخلق لك. يعني مثلا رحت على البحرين، الشعب البحريني عنده حس مواطني عميق متجذر. طب طلعت فت على الأحياء لقيت إنه في طابور خامس، مجموعات صغيرة تحرك تقلب الوضع كله. طيب المجموعات المقابلة اللي هي لازم يرتفع صوتها اللي بتحكوا مثلنا، طب مهمشين. يعني هذه المقاربة مطلوبة. أبدو من حرصي أعطيت نموذج الكتاب. طب كيف أنا نبني مواطنة والكتب وبعد ما بأجهزة؟ خلينا نكون جريئين بعدم الانسياق التام وراء ردة الفعل. خلينا نأسس لفكر وطني جامع بأوطاننا العربية. وخلينا نحتضن الناس اللي عم يدعوا لمثل هيدي الدعوات. لأنه في رأس مال وفي قدرات هائلة عم تروح بغير مساراتها السليمة. مش كرمال حدا، كرمال الأجيال الجديدة لنكون مخلصين لأولادنا. هذا اللي بقوله. أنت تخشى اليوم على الأجيال الجديدة رغم أنه يعني قلت لي أنه في كثير شباب بيشوفوك بالصدفة ويخبروك قديش أنه معجبين في الكتب اللي ألفتها. صحيح، بس كمان بالمقابل في ناس أنت بس تربي ناس على الجبهات الأجواء الإرهابية. أجواء يعني قلت لك فضت القرى من المقاتلين من الشباب لأنه ما صوت الرصاص أقوى. والخيرين شو عم يصير فيهم اللي ما عم يقدروا يأثروا عم بيفلوا. يعني أنا قال لي بمئات المرات من أعز الأصدقاء أنه أنت شو بعدك عم تعمل بالبلد؟ شو بعدك مع كل اللي عم يعملوه فيك واللي صار فيك؟ روح برا بيعملوك قديس بيحترموك بتلاقي مجال. قلت مش قادر، هذا مكان وجودي، هذا هون بدي ما بأثر ببلدي وبمجتمعي بوطني وبمحيطي. ما قالوا أهمية هالفكر اللي عم شاركه مع الآخرين. أيه. مثل ما قلت بكتاب الأخير أقول كلمتي وأبقى. طيب بلاش نقول بعد سنتين أو 5 سنين أو 10 سنين، بعد 30-40 سنة المنطقة هذه من سيقودها؟ أنا ناقشت كثير ناس وكانوا رغم أنهم ضد الفكرة لكن يعني يرون أن التيار الكاسح حيكون هو التطرف. طبعاً أنت ارجعي 10 سنين لورا أو أقل حتى 5 سنين شوفي كيف الاتجاهات تبع الاستراتيجيات والمفاهيم الفكرية والسياسية من وئام أكثر إلى تفرقة، من استقرار أكثر إلى حد ما إلى تمزق، من تطرف إلى تطرف أكثر. شبهات شفتك عم ترتسم. نعم. واليوم نحن عطول الحق على الأمريكان والحق على الغرب والحق علينا. يعني فلننظر إلى وضعنا أراها بعد 50 سنة إذا ما صار في المسار اللي حكيت عنه والتاريخ سوف يسجل ذلك. سوف ندخل بعصر ظلام مدقع.
إذا صار يعني إمكانات تغيير مسار الشعوب ممكن. ليه؟ أنت اليوم أنت قاعد على جهازك تعرف أصغر شغلة عم تصير بآخر أقاصي العالم، مش هيك؟ الفكر مفتح، صار عندك مكتب اليوم، نحن عم ندعي للقراءة، بس صار عندك مكتبات موجودة على الإنترنت وغيره. يعني فلنستثمر هذا الشيء لصالح. أدعو يعني أهم دعوة اللي بيشاركونا الأفكار، فلنلتقي، فلنتوحد، نكسر جدار الخوف لنواجه هل المصير الأسود ممكن نوصله إذا بقينا على حركة صمتنا. لبنان غدا هي حركة سياسية أنت أطلقتها، ما هي هذه الحركة وأين صارت اليوم؟ حركة لبنان غدا هي يعني أصدرنا برنامج سياسي من 70 صفحة يعالج كل الشؤون الوطنية اللبنانية، ودخل فيها قضاة ودكاترة الجامعة. ولكن شو صار بلبنان غدا؟ حوصرت من الجميع. الكتاب الثالث بفرجي كيف حوصرت. الكتاب حوصرت الثالث اللي هو تائه في الحظيرة، نتاج للكتابين يعني ماذا حدث بعد يعني بعد في أبعاد فكرية وفلسفية وحتى حسب تعبير أحدهم صوفية يعني إنسانية صوفية. لا شو صار؟ حوصرت بشكل كامل. ممن؟ من الجميع. ما للأسف هون اللي بقوله حكينا عن حزب الله وعن تجوز، من الجميع كل متآمر على الوطن. يعني في ثقافة صف معنا، أنت عندي خطر خارجي، عم بحكيها بمحبة وبحرص، وعندك وضع متآكل بالداخل، شو بتعمل أنت؟ الأولى عادة الإنسان مع ردة الفعل السريعة، الإنسان مع الخطر الداهم، مش وقت الإصلاح البيت، مش وقت الإصلاح. ما صرنا نحن بهالفترة بهالنغمة كتير مواجهة الخطر الخارجي. طب الخطر الخارجي اشتغل على فكر الناس. طب حزب الله مثلا صار فيه ثلاث أجيال، مدارس المهدي، مشروع شهيد، يعني هيدا الكلمة مشاريع جاهزة. عرفت كيف؟ مثل ما هلأ عم بيصير، يعني ليش عم يربح تطرف السنة؟ مشاريع انتحارية. عرفت القصة؟ نحن اللي فشلنا. اللي عم قول هلأ طعو ما الشهم. الشهم شو هي؟ انك تعترفي بخطأك، تعملي نقد ذاتي، بتصلحي من المستوى العائلي والمنزلي والأساسي. هيك اشتغلوا هني على القليلة، نشتغل نكون أذكية. هيدا اللي بدعي له. وفي مجال، في أرضية، يعني بس أفرجوا عن العقول شوي، احتضنوها، في مجال الأخذ والعطاء. يعني عم نروح وعم نشوف وعم نتابع بدولنا العربية، في مجال خلي الأمور تاخد منحة، مش نواجه نحن التطرف الآخر بتطرف. نعم. عنا لأنه هيدا بيوقف وجهه بحافظ لنا على. نعم. على مواقعنا. لا هون بفيدنا سنة وسنتين وبسجل مواقف، بس للأجيال لبعيد خليني يكون شهم. الشهامة هي اعتراف الخطأ، تصليحه، تفكير لبعيد. آخر سؤال بسألك يا عن تعليق البعض عن كتبك أنها أجرأ منك. لا يعني أنا لك حكيت بالآخر ما عندي لا خط أحمر، هي كلمتي بطريق النحل، عش حرا أو مت وأنت تحاول. أنت كتبتها وضامن أنه كثيرين حيقرأوها ولا أنه كنت جريء لأنه عبرت مو عارف أنه ما حيقرأوها؟ بطريق النحل بصراحة، ما هي هوني لم يكن هناك من أي ذرة تفكير بالاحتراف وغيره. يعني قبل ما صير أنا عندي وكيل أدبي بنيويورك وأكتب باللغة الإنجليزية، كتبت لأنه عم بعبر عن وجعي. وهي لأنه هالمعدن هيدا، ليش طريق النحل مثلا بالثلاثية غيرنا الديزاين بس بقي الكتاب مثل ما هو، ما زدنا عليه مثل ما اشتغلنا بالكتب الأخرى، لأنه هالمعدن فيه طاقة إيجابية بسيطة لامس قلوب الناس، فحبيت أتركه مثل ما هو. وهيدي حركة ربنا بالحياة وحركة يعني البشر هيك بيتحركوا، وإن شاء الله يكون يعني في 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 مصلحة وصلاح لنا ويقروا الكل. وأتمنى طبعا يعني التجربة لا تعني شيئا إن لم يتم مشاركتها مع الآخرين. نعم. وأتمنى نكتب لك عمر طويل ونقابلك في حلقات قادمة والله يقويكم وتنجو من أي محاولة. إن شاء الله ما بيصير في محاولات، وإن شاء الله منعيش يعني بالحد الأدنى من الرفاه. وأشكرك مجددا وأدعو إلى نموذج عربي مبني على مواطنة حقيقية للمرة الأخيرة تنتشلنا من هالأتون المدمر. شكرا لك دكتور رامي علاق على هذه المشاركة، وأشكركم على المتابعة. ألقاكم في الأسبوع المقبل بمثل هذه الليلة. تصبحوا على خير.